هاي مصادر الطاقة هذه ملخصة اللي إحنا ذكرناهم حكينا فيهم المرة الماضية. جزء من هدول المصادر conventional وجزء منها renewable. عنا هون هاي تذكرين حكينا الكول energy coal. الكول كان منتشر لحد فترة كبيرة لكن من مشاكله الرئيسية environmental issues. oil الheavy fuel oil هذا مش oil معناها هون النفط. heavy fuel oil الزيت الثقيل. natural gas natural gas طبعا يعتبر more efficient الافشنسي تبعته احسن من النوعين هذول natural gas اللي معظم التوليد حاليا عندنا في الاردن هو على natural gas الغاز الطبيعي. nuclear energy في سيارات على natural gas في تحويل للسيارات على natural gas صحيح بس انا ما بعرف اذا منتشر عندنا هون لا بدك تميز بينه وبين الهيدروجين انت ما بتحكي عن الهيدروجين مش هيك؟ لا هسه هيدروجين ما نقدر نعمل منه نعم نقدر نعمل منه هيدروجين صح؟ ممكن تشغل سيارات على الهيدروجين بس الفكره تبعتهم بيختلف بكون الهيدروجين بيشتغل مع فيول سيل والفيول سيل بتعطيني طاقه كهربائيه والهيدروجين بده يكون عندي نقاط شحن للهيدروجين يعني بده يكون عندي اماكن اقدر اعبي بشكل سريع هيدروجين من الشركات الرائدة في هذا المجال اللي بتبني سيارات هيدروجين تويوتا. تويوتا من الشركات الآن مركزين بشكل كبير على الهيدروجين ويعتبروا إنه هو رح يكون مستقبل السيارات. ميزة إيش ميزة الهيدروجين على السيارات الكهربائية؟ كمية الباور اللي تجي كثير عالية يعني بقدر أشحن بشكل سريع جدا يعني خلال أنا دقائق بكون شحنت السيارة شحن كامل. أنا لازالت عندي مشكلة الكهرباء هي سرعة الشحن. نيوكلير انرجي مين من البلاد اللي مشهوره بالنيوكلير انرجي اعتماد كبير عليها امريكا فيها فرنسا من الدول اللي اعتمادها عالي جدا على النيوكلير انرجي هايدرو باور ايش في شيء قريب علينا هايدرو باور في الاعتماد على الهايدرو سدود وين هو مش سامع وين اتوقع في محطات توليد كهرباء على السدود بالضبط عندنا بالاردن قليل جدا هذا ماني في مصر السد العالي يعتبر من اكبر المصادر مصدر ضخم جدا للطاقه واحنا بنستفيد منه ليش؟ نفس الشبكه لانه احنا مشبوكين على نفس الشبكه يعني في عندنا خط ربط مع الخط ربط المصري نقدر ناخذ اظن ما بين 200 ميجا وات اظن او رفعوه حديثا ل 500 ميجا وات نقدر ناخذ يعني القدره الكهربائيه من الدول كمان اللي بتعتمد على الهايدرو باور بشكل كبير النرويج فيها كميه هائله من المياه فمكانها بتعتمد بشكل كبير على الاستفاده من طاقه الوضع اللي موجوده في المياه في السدود لتوليد الطاقه الكهربائيه طاقه الرياح موجود عندنا مشاريع في مجموعه مشاريع في الطفيله صح في الطفيله نعم الطفيله في كمان الطريق العقبة طريق 16 الرئيسي هو الطفيلة اللي هي حوالي 117 ميجا وات في تايدل انرجي بتتذكروا ذكرناهم المرة الماضية التايدل انرجي والويف انرجي هذول بيختلفوا عن بعض التايدل انرجي اللي هي نتيجة المد والجزر فهذه بريدكتبل سهل التنبؤ فيها وفي وقتها في حين عندنا بتتذكروا حكينا مشكلة الرياح والبي في السولار انها مش يعني فيها انترميتنس بس ميزة التايدل انرجي انها بريدكتبل لانه في لها سايكل والويف انرجي بتختلف عن التايدل انرجي التايدل هي نتيجة المد والجزر الويف اللي هي طاقة الامواج بايوماس ايش فكرة البايوماس الاساسية؟ تمام بس يعني في لها هلا صارت اشي اكثر يعني سايكليك دوري انه انا بزرع محاصيل معينة المحاصيل هاي اللي بزرعها خلال عملية الزراعة عمالها تسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو خلال عملية التمثيل الضوئي. بعدين أنا هاي برد المحاصيل بحولها إلى بايو فيولز زي بايو إيثانول. والبايو إيثانول بقدر أستفيد منه بالحرق المباشر. وبعدين برد السنة اللي بعدها برد بزرع كمية مساوية من هذا المحصول. فعشان هيك اعتبرناه سستينبل، ليش اعتبرناه سستينبل؟ أو رينيوبل. لانه في دوره كامله، هاي الدوره الكامله مستمره متكرره، الدوره الكامله مستمره متكرره، عمالها بتضلها تتكرر الدوره هاي، انا بسحب عمالي باخذ ثاني اكسيد كربون من الجو برد برجعه للجو، المفروض هذول اذا كانوا متعادلوا الاثنين او تساووا معناها انا هون كاربون نيوترال، هذا بعتبره رينيوبل،
اني كل سنه عم بعوض اللي راح، في حين الاحفوري الفوسيل فيولز اللي هو الفحم والاويل والناتشرال جاس هذا مش سستينبل. ليش؟ لانه بده الاف السنين حتى يتكون، فهو مش سستينبل. انا عمالي بستهلكه بيطلع ثاني اكسيد الكربون للجو، ما عمالي باخذ او بعمل كابتشرينج لثاني اكسيد الكربون اللي طلع للجو. هذا يعتبر سستينبل بايوماس. زي ايش عندنا؟ شوغر كين، قصب السكر، والذره من المحاصيل كمان بتستعمل، لذلك اسعار الذره ارتفعت بهذا السبب. في بعض الدول بتعتمد على مثل البرازيل بتعتمد على قصب السكر، امريكا بيعتمدوا على الذره. سولار انرجي هي مصدر الشمس، طبعا هذا كمان يعتبر رينيوبل. عندنا الفوتوفولتيك سيستمز اللي هي منتشره عندنا بالاردن، موجوده في سولار ووتر هيتنج سيستمز. ايش هذا المقصود فيه؟ شو السولار ووتر هيتنج سيستمز؟ تسخين المي المباشر، اللي بتسخن المي المباشر. وحتى الانظمه عمليه جدا في الاردن، لانه انا ما بحتاج طاقه كهربائيه حتى اشغلها، هي بتشتغل بالجاذبيه وبالكونفكشن بالحمل. فاهمين علي شو قصدي؟ نظام التسخين المي اللي موجود في البيوت، حركه المياه في هذول الانابيب للسلندر ومن السلندر للانابيب تعتمد على عمليه الحمل، نقل المي بالحمل كونفكشن، ونزول المي بعدين على المنزل تعتمد على الجرافيتي. فما بدها هي حتى طاقه كهربائيه حتى يشتغل هذا النظام، فهو عملي جدا، فيري ريلايبل. وفي عندنا كمان نظام موجود اظن حجم صغير جدا منه في الاردن، لكنه منتشر جدا في المغرب وفي اسبانيا، اللي هو نوع من السولر لكنه بيختلف عن البي في، اسمه كونسنتريتد سولار باور، CSP Concentrated Solar Power. بنشوف، ممكن نشوف صورة بعدين. هذا بتكون مجموعة من المرايا العاكسة موجودة في منطقة، بتركز هذا المكان، تمام، بتركزها على مكان معين على بؤرة. في هاي البؤرة بيكون موجود أحد أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم، وهذا الملح بذوب بنصهر. انصهاره طبعا هو بيكون أخذ حرارة، وفي الحرارة الكاملة في الانصهار، هذا طبعا بحافظ على هاي الحرارة وبخزنه لمدة 24 ساعة، بقدر استفيد منه في اني اولد طاقة كهربائية. هذا له ميزة اخرى على البي في، البي في ما في اي نوع من ستورج، مزبوط؟ اذا اختفت الشمس اختفت الطاقة الكهربائية. هذا النظام ميزته انه هو فيه تخزين طبيعي بطبيعته، يعني انا لما سخنت هذه المادة المصهورة وحافظت عليها وخزنتها في خزان احفظ الحراره الموجوده فيه، اعطتني نوع من الستورج، فبعد ما تغيب الشمس انا بامكاني استمر بالتوليد. المشكله الاساسيه بهذا، اذا بدي احسب ال LCOE levelized cost of energy، قديش بكلفني الكيلو وات اور من هذا النظام مقارن بهذا النظام، هذا لا زال غالي جدا. هذا بكلف تقريبا حوالي 18 سنت لكل كيلو وات اور. حين البي في الان نزل كثير، صار يمكن ينزل لحوالي 6 سنت لكل كيلووات اور، فالتكلفه عاليه جدا لا زالت في هذا النظام. موجود بالاردن بس محطه واحده اظن اللي موجود بالاردن، نسيت والله، بحاول اتذكر الاسم تبعها، لكن زي ما حكيتكم رح تشوفوا منتشر منه امثله كثيره في بلاد زي المغرب واسبانيا. شو بده كمان زي مساحات كبيره عشان تمام، بده مساحه ارض، بس عاده هذه مناطق رح تلاقيها صحراويه فاضيه، يعني الارض نفسها بحد ذاتها مش مشكله كبيره. يبدو تكلفه المرايا، تكلفه الماده المنصهره اللي بدها تنصهر، السايكلينج تبعها حتى احولها انقلها واحطها اخزنها واحافظ على الحراره اللي فيها، هذا كله عمليه مكلفه، في حين البي في نزلت اسعاره بشكل هائل جدا. احد الكونسبتس اللي راح نحكي فيها لما نقارن انواع الانرجي اللي هي الليفلايزد كوست of energy، ونختصره LCOE. هذا مفهوم مهم جدا لانه بيساعدني اني اقارن قديش تكلفة الكيلووات اور من نوع من انواع الانرجي لنوع اخر، وهذا بيساعدني كمان اقرر قديش تكلفة بيع اليونت من هذا النوع. إذن هاي اسمها LCOE Levelized Cost of Energy، هاي أحد الطرق المهمة
في مقارنة تكلفة الطاقة من المصادر المختلفة، وبإمكاني كل هدول أقارنهم باستعمال الـ LCOB للأنواع المختلفة هاي اللي موجودة هون. عندنا النوع العاشر اللي هو جيوثيرمال. جيوثيرمال طبعاً يعتبر رينيوبل لأنه هو فعلياً يعتمد على الحرارة، يا إما الحرارة الموجودة في باطن الأرض إذا كان نزلت في أماكن عميقة، أو الحرارة اللي موجودة قرب سطح الأرض لأنها جاية من الشمس. ففي نوعين، في ديب جيوثيرمال وفي سيرفس جيوثيرمال. السيرفس جيوثيرمال راح نحكي عنه، فرجيكم فيديو عليه تشوفوا فكرة الجيوثيرمال وكيف أنا بستطيع أستفيد من الحرارة الموجودة في سطح الأرض بحيث إني أخزنها وأستفيد منها بعدين في الماركس. نعم، هي الماجما صح؟ الماجما